طبعا هناك الكثير من المعاناة التي يعاني منها المواطنون للوصول لمطار بغداد من حيث يعني وسائط النقل. كانت هناك سيارات طبعا ووسائط نقل توصل للمواطن العراقي من اي منطقه في العراق، مثلا تاخذ تاكسي من العلاوي تروح توصل مطار بغداد مباشره دون اي يعني وسيط او دون اي سيطره او دون كل شيء، يعني بكل راحه تاخذ سياره من اي مكان توصلك المطار بغداد للصاله تقريبا. صحيح هناك بعض الاجراءات الامنيه لكنها خفيفه جدا ويسيره. لكن الآن يعني بعد عام 2003 ولحد الآن هناك جهات معينة هي استولت على كل المطار وعلى كل وساط النقل التي تصل المواطن العراقي من أي بقعة في بغداد إلى مطار بغداد. هناك جهات متحكمة في وساط النقل من بغداد إلى أو من ساعة بن فرناس إلى صالة المطار. عندما تصل إلى ساعة فرناس هناك الكثير من الابتزاز، وهناك الكثير من التجاوزات، وهناك الكثير من الفوضى التي تعم ذلك المكان. وعندما تصل إلى مطار بغداد هناك تاكسي المطار الذي يبتز المواطن ابتزاز واضح وابتزاز صريح. هناك جهات متنفذة كبيرة في الحكومة وفي الأحزاب والكل يعرفها، هي التي تسيطر على هذا التاكسي المطار، وهذه سلطة متنفذة وهي فوق القانون. رغم أن السيد عادل عبد المهدي قد قال أننا سوف نفتح خط مباشر ونزيل كل السيطرات ونزيل كل هذه المعوقات، لكن مع الأسف لم يلبى له هذا الأمر. كانت أكو باصات تنقل المواطنين، كان ماكو عبء على المواطن، كان المواطن العراقي ما يعاني من هذا الأمر. اليوم أصبح المواطن العراقي تحت رحمة هؤلاء المتنفعين، التاكسيات التي حقيقة تابعة لمسؤولين معروفين في المطار وفي الدولة العراقية. اليوم المواطن العراقي ما استفاد لا من التاكسي بغداد ولا من تاكسي المطار ولا من كل الأمور. ما يسمى بتاكسي بغداد شنو فوائده؟ ضرر عبء صارت على المواطن، لأن استثمار بغداد للتاكسي مو للدولة وإنما لشخص معين معروف، فهي عملية استثمار، يعني يستغل تاكسي بغداد كتسمية للخدمات إلى منافع شخصية. المواطن العراقي الآن مسكين، إذا عنده سيارة ما تقدر توصله، أنا أريد أوصل واحد من عائلتي أو عائلتي توصلني ما تقدر. السبب أنه يمنعون الدخول حتى أنه يستخدمون تاكسي بغداد للنقل. طبعا هي مستهلكة، مستهلكة إلى جيوب المواطنين لكن منفعة إلى جيوب الآخرين. استفادة الشخص ماليا، مو للشخص إلي، للشخص المعني. للشخص المعني هو يعرف نفسه، المواطن العراقي ماكو بعرف شيء يخفي عليه. أنا كمواطن أريد أسافر من مطار بغداد، من مطار بغداد أوصل العباس بن فرناس يأخذون من أنا وعائلتي يأخذون 50,000. ليش؟ يعني استثمار، ما أخذي استثمار يعني. ليش؟ يعني أكو مواطن ما عنده مو يدفع، أكو مواطن ما عنده يدفع، بس إحنا نريد نساعد المسؤول عن مطار بغداد وزير النقل، نريد يسوي لنا صورة حل. العراق انت اليوم تقدر تنزل اجباري بساحه عباس بن فرناس، ليش بس بالعراق؟ ليش باقي البلدان ما اكو ما بس بالعراق موجوده؟ السبب استثمار، يقول لك ياخذ فلوس من عندك. يعني كل مواطن انا انزل من عباس بن فرناس. نعم سافرت، نعم سافرت لبنان. يعني سافرت ماكو هيك، رحت لبنان انا وماكو هيك، ماكو هيك مطار طب تاخذك، ماكو تاكسي بغداد اسمه. يعني وينك تاكسي بغداد؟ ابتزاز بابتزاز بابتزاز المواطن. اهم شيء شلون يمصون دم المواطن، هاي هدفهم، مو هدف يخدم المواطن، مو هدف يوصل المواطن، مو هدف المواطن راح يشكر منه، لا. شلون يمص دم المواطن والمواطن يبقى يدردم ويا نفسه. هذا تاكسي بغداد، هاي كل ما في الامر. الا مال يفرض عليه مبلغ معين يجي يوصلني قوه شيء، ليش على اساس؟ خلي يصير مجانا، اذا سوى مجانا الدنيا راح تنقلب والعراق بلد الخير. كان اكو باصات تنقلك بالمجان من ساحه عباس بن فرناس وصالة المطار. ماكو مجانا. ليش اسلغ؟ 10,000 دينار. انا رايح 10,000 دينار. ذاك مطار بغداد الا تاكسي بغداد. ممنوع الطب سياره مدنيه. لي انا من حقي مواطن اطب لي جوا. انت مع هذا القرار لا انا ضد هذا القرار، يعني شلون ياخذ 10,000 وياخذون هاي فلوس و75,000 وصلك للبيت و5 و10,000 اطبك للمطار، يعني هاي كلها صافي، يعني بالنسبه لي انا صافي نص فلوسي هنا. تاثر عليك؟ شلون ما تاثر علي؟
تأثير على المواطن كليته مو بس علي يعني.